شكرا، مرحبا بكم الناس كل. أول مباراة في المسابقة هذه، نعرف قيمة تصفيات نهائية لكأس العالم 2026. كما كان بريبي بالنسبة لنا احنا، كنا نعرف دافونس لثمانية ماتش بياج، شفنا دي ريزيتا دا منتخبات كبيرة أخرى، منتخب النيجيري البارح مع ليزوتو، شفنا نفس الشيء اليوم المنتخب الغاني تقريبا 98 دقيقة باش حقق الانتصار تاعو على ميدانه. دونك اوليتي افيرتي الحمد لله دخلنا بالجدية اللازمة، لقينا صعوبات في ال 25 دقيقة الأولى، ما نجمناش نلقاو الحلول خاصة مع الانتونسيتي والامباكت فيزيك، ما دخلناش برشا في الليبيال، خسرنا برشا ليبيال اللي يعتبروا نقطة قوتنا خاصة في وسط الميدان. لكن الحمد لله لي 10 15 دقيقة مينوت تاع الميتون الأولاني حطينا بوكو دانتونسيتي، فرضنا المساق تاعنا احنا، نجحنا باش نخلقوا دي ديكالاج، تعدينا على اليمين على اليسار مرة أخرى على مستوى استغلال الفرص، هو اللي يبقى الهاجس نتاعنا. إن شاء الله نكونوا أكثر توفيق في المباريات القادمة. الشوط الثاني يظهر لي تحكمنا في المباراة، خلقنا العديد من الفرص، نجحنا باش تقدمنا. اليوم في مباريات هذوما في بداية المسابقة أهم شيء يظهر لي الانتصار، حققنا 3 نقاط، إن شاء الله نكونوا موفقين في بقية الباركور تاعنا. إن شاء الله وجدي كشريدة والألعاب يظهر لي في المباريات الكل، وهذا هو التوجه تاعنا بعمرنا اللي طلبنا من وجدي وعلي ولا ليزارير اللي يلعبوا. نعرفوا للمنتخب ديما يحاول يمشي قدام الديسبوزيتيف، كلكو سوا لعبنا بثلاثة ولا بأربعة ديما لابليكاسيون تاع لي دو لاتيرو تاعنا يكون من الناحية الهجومية خاصة نطلبوا منهم باش يمشيوا قدام. لكن بارفوا ثم ديزادفيرسير يحطوك هما اون ديفيكولتي ولا يفرضوا عليك باش يكون عندهم مهاجمين اللي يمتازوا بالسرعة، هما يفرضوا عليك معناتها طريقة باش ما يخليوش عليه وإلا وجدي يظهروا بالوجه الهجومي هذا. يظهر لي اليوم قدموا أداء ممتاز، كيف ما حكيت العديد من ليزاسيست حتى اللي ما نجحناش فيهم، لكن وصلوا تقريبا كل واحد معدل تاع 7-8 توغلات اللي كنا نجموا نعملوا معهم أفضل من هيك. بالنسبة للغيابات كيف ما حكيت أنت اليوم ياسين القنيسي ما ثماش حاجة تعلق، جزء حس شوية دولار البارح ما حبيناش نجلس ونعرفوا اللي عندنا مباراة أخرى، إن شاء الله يكون حاضر. محمد علي بن رمضان نعرفوا الإصابة اللي تعرض لها رغم المجهودات الطبية حبيناه يكون موجود معنا، خذيت هو كجور مع تاع سويفي ميديكال وقمنا معاه بالمجهودات الكبيرة. صعيب ما نحبوش هذا كيف كيف نجلس، ويمكن نشجع إن شاء الله غدوة وبعد غدوة على ذمة فريقه اللي الإطار الطبي تاعنا بالتنسيق معاهم، دونك باش يكون انديسبونيبل للمباراة القادمة. بقيت اللاعبين ان شاء الله توا مازلنا دوب ما كملنا، حول الله ان شاء الله لاباس نعملوا لي تادي اليوم. هذا هو يعطينا فكره ان شاء الله احنا معناتها في تقييمنا للمنتخبات الاخرى نكونوا اكثر احترام واكثر واقعيه. اليوم شفنا النتائج، نشوفوا في العالم الكل الدروس تجينا باردو. الملاوي انا قلت اللي تقريب معناتها في المجموعه نتاعنا ما بين ناميبيا ما بين الملاوي ما بين غيني كوتوريال اللي على 4 أو 5 سنوات الاخيره ما نجحناش باش نفوزوا عليها، لعبنا لها عده مرات، كنا نفوزوا عليها في تونس لكن ما فزناش عليها في غيني. دونك باش تكون مباريات صعيبه، ما ثماش مباريات مربوحه دافونس. الملاوي اليوم عطانا ان افيرتيسمون، ماهوش بالسهل تمشي تربح ليبيريا في ليبيريا. دونك اون افيرتي توا لازمنا نحضروا مباراتنا ان شاء الله نكونوا في افضل حالاتنا، لكن الفكره الاساسيه كونه باش نمشي وان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه بحول الله. صحيح؟ شوف اليوم راهو تمام، لازم نكون واقعيين شويه في تحليل ليزادفيرسير وتحليل المستوى اللي نلعبوا فيه. ما عادش اليوم ليزادفيرسير سهلين، اليوم كل ماتش انت في سونسي تعرف تتعامل مع ليفاز جو كل وقت تكون انت متحكم في المباراه، وقت تكون انت في وضعيه هجوميه ولا في وضعيه دفاعيه. احنا قاعدين ننجحوا في بعض ليفاز جو على مستوى صناعه اللعب. الحاجه اللي قلقتني ولو انه شفنا اليوم بعض الحاجات ايجابيه بكل صراحه هي كيف ما حكيت انا ديما ماتر دو لانتونسيتي، انت تخلق الريتم، تحط الادفيرسير في وضعيات صعيبه بالسرعه تاعك. شفنا احنا لعبنا ضد منافسين اللي يمتازوا بالسرعه والمهاره الفنيه كيما كوريا والجابان، لقينا صعوبات كبيره. دونك نحبوا نلعبوا في مباريات نخلقوا عده فرص بالنسق، بتغيير النسق خاصه في 30 متر الاخيره، هذا وين لازم نتحسنوا. يظهر لي اليوم زاد شفنا على مستوى الكرة الثابتة قاعدين نتحسنوا، المنتخب قاعد يسجل حاجة اللي
في فترة ما كناش ناجحين فيها. دونك ثم حاجات إيجابية ثم حاجات سلبية اللي لازمنا في على 90 دقيقة التون فار تاعنا لازمنا نكونوا أكثر ناخذوا أكثر لعب من اللي شفناه اليوم ولا في بعض المباريات الأخرى. شكرا هادي. بون ما قدمناش المردود، يمكن كنا نأملوا باش نكونوا أفضل من هكا، لكن يظل زاد ثم دي مومون اللي قدمنا فيهم اليوم. شفنا كورة باهية، شفنا كرياسيون تاع سورنبر سور لي كوتي، دونك صاروا دي ديكالاج الحاجات اللي نحبوهم، صاروا حاجات تاع سرعة. نوافق اللي كنا نجموا نكونوا أفضل، كنا على الأقل معناتها الشوط الأول خسرنا 20-25 دقيقة، الشوط الثاني بعد ما سجلنا الهدف الثاني يمكن صار شوية ريلاشمون. لكن وي سي فري لازمنا نتحسنوا أكثر من هكا، سورتو في إذا نحبوا نمشيو بعيد في الفاز دو كاليفيكاسيون لازمنا نكونوا أكثر فاعلية خاصة. ماتش كوريا ولا يابان بالنسبة لي احنا دخلوا لازمنا ناخذوا منهم لي زونسينيومون باهيين كيف ما قلت. دونك أهم شيء كونه كل بعد كومبيتيسيون رابح وإلا خاسر، ستاب تكنيك يعمل لي زاناليز نحكيو مع الملاعبية، ناخذوا لي كونستا باهيين باش ناخذوا لي ديسيزيون لي بون ديسيزيون. احنا كنا نعرفوا اللي ثم على الأقل ماتش كوريا ما نتحملوش فيه مسؤولية كبيرة في اللي حكيت عليه، كانت تيتات فاتيك. ماتش اليابان ده لازمنا نكونوا نعترفوا اللي احنا ما كناش في افضل حالاتنا، قمنا بعدة اخطاء. اليوم صلحنا حاجات بالكومبيتيسيون، ان شاء الله هالوجهه اللي شفناها ضد مصر وضد الجزائر انا متاكد، وضد قبلهم حتى في نهائي كاس العالم ولا ضد ليبيا في الجوني فيفا تاع مارس، دونك متاكدين من القيمه تاع الفنيه تاع المجموعه هذه. ان شاء الله وقت اللي نوصلوا من هوني لكوب دافريك بحول الله، ان شاء الله اهم شيء بالنسبه لي انا لي تفارم تاع الملاعبيه تكون في افضل حالاتها، ونلقاو الفريشور ونلقاو المجموعه اللي احنا ناملوا باش تكون موجوده في احسن حالاتها.